السلام عليكم، معكم الباحثة مسكة محمد عقيل الحازمي من إدارة تعليم صبية المرحلة المتوسطة. مشروعي هو مركب نانوني قابل للتحلل وقوابة ألياف النانوني السيلوزية من مخلفات المانجو لاستبدال عبوات البلاستيكية الصناعية. هذا مشروعي للحفاظ على البيئة، وهو أن البلاستيك يأخذ فترات طويلة للتحلل، فأنا استبدل البلاستيك وأجيب بلاستيك قابل للتحلل. طبعا البلاستيك هذا قابل للتحلل مقوم بالألياف السيلوزية، ألياف السيلوزية النانونية. أشوف تنافس جميل، يعني ما هو تنافس يعني قوي، بس عادي. بحثي كان قوي شوي، تنافس متطلب متعاونين، مو تنافس يعني قوي. ده حسيت إنه إني كني ما أنا جالس تنافس معهم، كانوا أصدقائي. والله مشاعر سعادة، يعني أنا ما توقعت أساسا إن البحث يوصل لذي المرحلة، لكنه وصل الحمد لله. طبعا وصل بفضل الله، وبعده مشرفة المشروع، ساعدوني كثير وصراحة في البحث، فضلهم يعني وصلت لذي المرحلة صراحة. طموحي إنه أوصل لآخر مستوى في المسابقة. طبعا السنة الجاية بشارك في المسابقة بنفس المشروع، بطور فيه إن شاء الله إني أفوز فيها بالمركز الأول. صراحة المسابقة جميلة، شكرا لإدارة الموهوبين لأنهم سمحوا لي إني أجرب زي ذا الشعور. وأساسا لو فشلت أول مرحلة عادي ترين، يعني أنا قد شاركت في مسابقات ثانية وقد فشلت عادي، يعني خذيها كتجربة، يعني لا تأخذينها كمنافسة وأبغى أفوز وزي كذا، لا تجربة جميلة صراحة كانت لي. أوجهها لإدارة التعليم ولا مركز موهبة المركز موهبة وإدارة التعليم والمشرفة المشروع الأستاذ أشواق والأستاذ بدرية صراحة.